كات شويه. الكورس بتاعنا فيه 3 برامج، احنا مش بندرس البرامج بس زي ما هنشوف، لا احنا بندرس البرامج ونربطها ببعض ونطبق عليها، كاد وساب واكسل، اللي هما زي ما قلنا من شويه ان هما ايه 3 برامج مهمين جدا لينا كايه كمهندسين مدني. احنا في الكورس ده هنتعلم كل برنامج لوحده وبعدين نربط ما بينهم، يعني احنا هناخد الاوتوكاد وتلاقينا في اخر حصه في الكاد نقول ازاي هنربطه مع الساب، وفي الساب نقول ازاي نربطه مع الكاد ونربطه مع الاكسل، بحيث ان احنا بيكملوا بعض او يبقى في الاخر انا بعرف استخدمهم ان انا اطلع مشروع، وهنعمل مشروع مع بعض متكامل من الساب للكاد ومن الكاد للساب من الساب للاكسل، ونرجع نعدل شويه حاجات في الاوتوكاد بعد ما صممنا بالاكسل، بحيث ان انا اطلع من الكورس قادر ان انا استخدم البرامج دي واطبق فيها في الهندسه المدنيه بتاعتي. احنا بنبدا بالكات اللي هو اختصار لكلمه يا شباب اسمها كمبيوتر ايدد درافتنج، او الرسم بمساعده الكمبيوتر. احنا لازم قبل ما ابدا اشرح كاد لازم سيادتك تبقى فاهم هو انا بفهم كاد ليه او انا بدرس كاد ليه. زمان كانت الرسومات يا شباب بدات بالهاند سكتش. طب هم ليه المهندسين بيرسموا؟ لان انت عشان تعبر عن الفكره الهندسيه بتاعتك لازم تحطها في صوره ايه؟ رسم. يبقى انا كنت بستخدم الرسم عشان اعبر عن الافكار الهندسيه اللي عندي، سواء انا مهندس مدني، عماره، ميكانيكا، كهرباء، كل الاقسام يا شباب لازم تلاقي عندها ايه؟ شويه موضوع الرسم. بعد كده يا شباب بدا الموضوع يخش في الكمبيوترز بقى. بدل ما كنا بنجيب رسامين بقى ومشروع يقعد يترسم له 7 8 شهور، لا بقى الموضوع اسرع شويه بالكاد او الكمبيوتر ايدد درافت. تكنولوجي ريفولوشن او الثوره اللي حصلت في التكنولوجيا في الثمانينات يا شباب كانت ثوره رهيبه، بدا الكمبيوتر يدخل في كل حاجه، وكان من اهم الاقسام اللي دخل فيها ايه؟ الانجنييرنج، الهندسه. فظهر الكاد، الكاد بقى فيه اوتوكاد اللي هو بتاع اوتوديسك، اركي كاد اللي هو بتاع اركي كاد، مش عارف زد كاد، جيس كاد، برامج كتيره جدا كلها بتعتمد على ايه؟ على الرسم بمساعدة الكمبيوتر. ويمكن الكاد ده بادئ من اواخر السبعينات يا شباب، حاجة و70 ايام الدوس، لو حد فيكم سمع عن الدوس واللي هو الشاشة السوداء اللي هو كان شغال كده وكان ليه ماوس مخصوص بيشتغل بيه. بعد كده ظهرت الحاجة الجديدة اللي هي البي اي ام او البيلدينج انفورميشن موديلينج. وشوف الكاد ظهر في اواخر السبعينات، البيم ظهرت في اواخر الثمانينات، بس احنا سمعنا عنها ايه؟ متاخر حبتين. في برامج زي الريفت والاركي كاد بيستخدموا البي اي ام. طب ايه الفرق يا باشمهندس؟ البي اي ام انتليجنت، انت مش بترسم خطوط، انت بترسم ايه؟ اليمنت، عنصر. يعني انا عشان ارسم العمود في الاوتوكاد زي ما هنشوف هتلاقيني برسم خطوط واحط تهشير، لا انا برسم في الريفت او في الاركي كاد برسم عمود مباشره، تمام. ممكن كمان ان هو يديلك اخراج للحاجات بدون ما انت تقعد ترسمها. يعني مثلا سي انا شغال يا باشمهندس دلوقتي عايز اجيب واجهه، اروح دايس على كام زرار كده يروح مطلع واجهه، عايز اخد سيكشن هدوس على كام زرار كده يروح مطلع سيكشن، فبقى الموضوع احسن شويه وفي معلومات اكتر، ودي حاجه مفيده جدا في الهندسه. احنا هنبدا الكورس بتاع السيفل دبلوما بالكاد. الكاد هياخد معانا 18 ساعة 6 محاضرات، وبيبقى في نهاية الكورس بتاع الاوتوكاد في امتحان. امتحان بسيط وسهل على اللي احنا درسناه، مش من بره المنهج زي ما بتزعلوا اللي بيحصل، لا من المنهج عادي خالص ومن التمارين اللي احنا بنعملها، بحيث بس ان سيادتك ما تكسلش انك تعمل هوم وورك، ما تكسلش انك تروح تتدرب على البرنامج، فتطلع من الكورس ان شاء الله مستفيد. في ال 18 ساعة دول هناخد ايه؟ هناخد كل حاجة متعلقة تقريبا بالاوتوكاد. هناخد ازاي تسطبه، ازاي تغير في الانترفيس وشكلها، ازاي تشتغل على طرق واوامر الرسم والموديفاينج والتعديل، ازاي تحط دايمنشن، وازاي تكتب عربي وانجليزي لان في مشكلة في العربي، ازاي تغير من الستايلز بتاعتهم وتحفظها، ازاي تعمل لاير اورجنايزيشن يبقى عندك لاير وستاندرد تطلع بيه اللوح بتاعتك، ازاي تحفظ الكلام ده في صورة تمبلت مش كل مرة تيجي تبدأ مشروع تعمله من أول وجديد، ازاي تستخدم البلوك، ازاي تعمل اركتكتشرز رسومات معمارية، ازاي تحولها رسومات انشائية، شوية أوامر خاصة بحساب المساحات وأوامر شوية متقدمة عشان استخدمها في التسرع من شغلي.
طريقه شغل في بعض المكاتب اسمها الاكسترنال ريفرنس او الاكسترنال فايلز، ازاي ترسم سكاشن وتطلعها في صوره لوح، وازاي تعمل طباعه. ده هنعدي بيه ان شاء الله في خلال 6 حصص، بس انا عايز همتكم معايا شويه، لان احنا بنحاول ان الكورس ما يبقاش طويل، بس فيه ايه؟ معلومات كافيه ان انت تقدر تشتغل بصوره كويسه جدا ان شاء الله. احنا هنبدا من الزيرو، يعني مش عايزك تبقى عارف حاجه عن الكاد خالص، بالعكس ده اللي عارف هيضايقني شويه ان هو عنده طريقه وانا بقول طريقه، مع ان انا في بعض الاحيان هتلاقيني بقول طريقه واثنين وثلاثه، فانت من الزيرو ماشي عارف شويه معلومات برده ماشي مفيش مشكله. لغايه اما هنوصل ان شاء الله انك تطلع رسومات كومبليكيتد زي ما انت عايز، ما فيهاش صعوبه بعد كده بالنسبه لك انك تطلع اي رسم ان شاء الله.